قال لك الفيلم الفشيخ اللي مفيش زيه اتنين اللي العالم كله بيتكلم عليه اللي جابه برومية 1000 جنيه ولا 1,000,000 دولار في الساعة و... مش عارف الرقم اصلا. مالكش دعوة انت يا رب، انت ما يخصكش انت. فيلم وزعفان الجريل الجامد فشخ اللي دخله وفهمه وقال لك فيلم عبقري. عبقري مين يا لحا؟ تعالوا يلا نعري الجوكر. الجوكر بيتكلم عن واحد كده سايكو. الراجل ده كان حلم حياته يبقى كوميديان ولا يبقى مهرج ناجح يضحك الناس وبتاع ويبسطهم وكلام من ده. بتحصل له شويه حاجات بتفشخه في حياته وفي الاخر بيتحول لشخصيه مريضه بتقتل وتاذي كل الناس اللي حواليها عشان تبقى فيلم روش و... وعندنا شقلباظات في الحكايه بتاعتنا وكده. عبقري مين يا ولاد الوسخ؟ خلاص يا زعفان اهدى يا زعفان، انا موطي الصوت اهو خلاص. طب انا ايه اللي مضايقني؟ خلينا بس نتكلم انا ليه متضايق. الفيلم يعني المشاهد المصري مؤخرا بقى يعصبني بجد يعني يا جماعه والله بقيتوا بتعصبوني. فيلم فاضي، فيلم فاضي من جوه، ما فيهوش، فيلم بطيء جدا اخراجيا يعني بقى. فيلم مش مصروف عليه حتى في جرافيكس، مش مصروف عليه في ايه كالرنج يعني. عمل كالرنج حلو وسقفت له على الكالرنج يا اخويا، وهنسقف له كلنا على الكالرنج بقى. الفيلم العبقري اللي مفيش منه اتنين. طيب بس الحلو يا بيج بوس بيمثل حلو طبعا. الواد بيمثل حلو بس ده مش معناه ان احنا خلاص عملنا فيلم ابن وسخ عبقري. وانا كل اعتراضي على ان انتوا بقيتوا تعملوا الخرس يعني. الفيلم يا جماعه والله العظيم انا لو اي حد ممكن يخرجه. ايه عملت ايه يعني؟ ده الواد طول الفيلم بيضحك، والبنت اللي عامله امه واللي ما طلعتش امه، ولا انتوا ليه ابوكوا؟ انتوا كلكم بتعملوا ايه؟ انت لا بتعمل ايه يالا في الفيلم يالا؟ انت مخرج عبيط. ماشي، سمعتوا بقى فتحي ابو هاب يا جماعه لما كان بيقول يا نور يا نور؟ ايوه هو كاركتر. هو عملت ايه انت يعني؟ عملت لنا ايه؟ جبت لنا ايه جديد؟ هو يا عم عمل فتحي ابو هاب قبل كده يا عم، يلا عشان هو مصري يعني فخلاص. ها خلاص انت يا بت يا تخينه اللي واخده صاحبتك بعد ما خلصتوا الدرس وطالعين تتفرجوا على الجوكر، انت بتفهمي ايه؟ انت بتفهمي ايه يا بت؟ يا بت قولي لي يا بت بتفهمي ايه؟ تعالي قولي لي يلا انت بتفهمي ايه؟ عشان تخلصي الفيلم وتدخلي تكتبي على النت ان انت شفتي افشخ فيلم شفته عينيكي. عينيكي ايه يا بت؟ ده انت مواليد 2004، بتفوقي يا بت شويه. بغض النظر بقى عن البيت اللي مواليد 2004، هرجع لك تاني يا تخينه، هرجع لك تاني بس لما اكمل. انا دلوقتي بقى عايز اتكلم يعني بجد شويه. الفيلم يعني انا كان نفسي احرقه ويخسر ولا اولع بجاز وسخ، بس الفيلم هو كله على بعض 4 5 مشاهد ما فيش لا راح ولا جم. يا جماعه انا تقييمي للفيلم ده انه 4/10، يعني كاني بتفرج على فيلم مصري. مصري ايه ده؟ مصر بقت في حته كبيره، مصر بقت في حته كبيره دلوقتي. عندنا مروان حامد وعمرو سلامه وناس تقيله وناس جامده وبتعمل افلام، هو عامل زي فيلم الشيخ جاكسون ولا يولع بجاز. انا مش عارف اقول لكم ايه يا جماعه، ما تدخلوش الفيلم ده، واللي عايز يدخله يدخله وحور. بس انا في الاخر بقول رايي يعني، ولا هي جت عليا انا مش هقول رايي. يلا ما علينا، المهم ما تنفخوش في البالونه يا جماعه، ما تنفخوش في البالونه عشان في ناس غلابه زي كده بتخش بتصدم.